طب بتختلف تربية الحيوانات، سواء كان بقى اللي هو ونس في البيت ألعب بيها حاجة هنا بقى تسليني. نتكلم عن الأغراض الداعية إلى تربية الحيوان الأليف داخل المنزل. طيب ما هي مثلا هنتكلم عن الكلب، ما هي الأغراض الداعية إلى تربية الكلب؟ الفقهاء قالوا أن الكلب لا يقتنى، ده جمهور الفقهاء قالوا أن الكلب لا يقتنى إلا لغرض شرعي صحيح، الصيد أو الحراسة. يعني لو أنا بصطاد وبستعمل الصيد في بستعمل الكلب في الصيد، بمعنى إن أنا أعمل إيه؟ يعني ما هي أداة استعمال الكلب للصيد؟ إن أنا أحفز الكلب وبعدين أشاور للكلب على شيء أنا أريد أن أصطاده، مثلا مثل الأرنب مثلا، فالكلب يحفز وبعدين ينطلق ويجري ورا الأرنب لغاية لما يصطاده مثلا. يعني دي صورة من صور الصيد بالكلب. هذا الكلب اسمه كلب إيه؟ كلب صيد. ولازم يكون كلب معلم، يعني لا يعتمد الكلب للصيد إلا إذا تم تعليمه، وفي إجراءات لتعليم الكلب حتى يعتمد كلب صيد ويكون صيده مباح. يعني على الكلب غير المعلم لا يجوز أكل صيده، وإنه لابد أن يكون كلبا معلما حتى يعتمد صيده ويكون صيده مباح. أو للحراسة، لو أنا عندي قطيع من الماشية وأريد أن أحرس هذه الماشية، في كلاب مخصصة ومدربة على حراسة هذه الماشية. أو كلب للحراسة في المنزل، لو أنا ساكن في مكان ممكن يكون يعني متطرف شوية، بعيد بيكثر شوية اللصوص في هذه المنطقة، فمجرد صوت الكلب في البيت بيخلي اللصوص تبتعد عن البيت، فأنا جبت الكلب علشان يبعد اللصوص عن البيت ويبقى في أمن وأمان لهذا المنزل. تمام. هل هذا جائز ولا غير جائز؟ قالوا جائز. لماذا؟ قالوا لأن فيه غرض شرعي صحيح. طيب التسلية بقى، أنا جايبة أنا عايشة لوحدي وعايزة حاجة تسليني، أو أيوة حيوان أليف ياخد نعم بحس كده زي ما بنقول كويس بالعامية. كويس. ما دام أن له غرض شرعي صحيح مثل المؤانسة، أيوة الونس، يعني واحد عايش لوحده، وفي بعض الناس ممن يعني أكفاء البصر بيحتاج الكلب علشان يكون دليل له، مظبوط. فما فيش مانع. أو واحد عايش لوحده ما فيش حد يؤنس وحدته، فعنده كلب أليف ولو عاش معاه في البيت هيقدر إن هو يأتنس بهذا الكلب، خلاص ما في مانع ما دام لغرض شرعي صحيح فلا مانع.